يا عم كابتن رضا الناس دي بتضحك علينا. اسمعني بس يا ابوي، الناس دي بتيجي تضحك علينا، تاخد فلوسنا وتمشي. تمام. لا بيضيفوا حاجه للكره المصريه ولا بيعملوا لك حتى لعيب ويسيبوه يمشي. واخد بالك؟ كله بيجي يضحك ما عدا اتنين اللي علموا لغايه دلوقتي. واحد اللي هو بتاع وادي دجله، والتاني اللي هو فايلر. طب انت لو مسكت الزمالك تاخد بيه بطوله افريقيا؟ اي حد يمسك الزمالك دلوقتي باللعيبه اللي موجوده دي هيفشل. الزمالك دلوقتي ولاعيبته مقبره لاي مدرب. اسمع اللي انا بقول لك، لا عشان تمسك الزمالك دلوقتي هم 3-4 لعيبه والباقي شكرا. بما يرضي الله. يعني مين هم ال3-4 لعيبه؟ يعني انا مثلا اخد مصطفى فتحي، اخد ساسي، اخد محمد عبد الغني، اخد عواد. تمام. اخد ابو جبل. بقوا 5. لا ما دول جونين. ماشي. بس ليه اشرف بن شرقي بالنسبه للمحترفين؟ مصطفى محمد. لا ايه، مصطفى محمد اللي ما عدوش. ما تقوليش انا ما عدتش. طالما ما عدتش ما تقوليش فلان وفلان وفلان. انا دولت اللي انا اقول لك يلعبوا معايا. طب قولهم لي تاني. يمشوا مع كورتي. قولهم لي تاني بعد اذنك. طيب الاثنين الحراس ابو جبل وعواد. عبد الغني. ساسي. اشرف بن شرقي. وهتجيب عليهم مين بقى ان شاء الله؟ ومصطفى فتحي. طيب هتجيب عليهم مين بقى؟ هتعمل فرقه جديده؟ ده دولت كفايه، دولت ده دولت المحور يكسبوك اي فرقه. بعد كده حش عارف المحشي؟ تعمل بتنجان وفلفل وقوطه وبصل والكلام. انا بعترض عليك طبعا على الكلام ده، لان في لعيبه كبار جدا في نادي الزمالك. بعترض. يا عم انا بقول لك اللي يمشي مع كورتي. انا مالي كورتك؟ طيب ماشي. ايوه أنا نفسي اللي انا عايزها تتغلب ماتش. بص يا عم مهيب، انت مدرب غلب ماتش. لا انا مستنيك ان شاء الله الماتشات اللي جايه. هعرف هعرف اتكلم معاك بس مستني. مش ماشي بس ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا ما يفرحك فيا ابدا، لا انت ولا ابراهيم. انت